دكتور حسام وتقدموا بها ببلاغ للنيابة العامة. هذا العبث اللي حصل في مثلا قوائم التصويت وقوائم الناخبين اللي حصل يعني استعدادا للتزوير أو لتهيئة البنية التحتية للانتخابات على ميزان التزوير طول الوقت ده كله في حاجات احنا خدي بالك مسكوت عنها، بعتقد انها من الالغام التي قد نعرف عنها لاحقا معلومات اكثر. يعني مثلا كل ما يتعلق بالمعونة الامريكية وتدفقها على مصر احنا ما بنعرفش تحديدا الفلوس دي كانت بتتصرف ازاي. اسمح يقول كمان كل ما يتعلق بعمولات السلاح اللي كان بيتقاضاها مبارك شخصيا في بحكم منصبه، معرفش ده الى اي مدى قانونية. اسفة على قطع كلامك فضل. لكن عايزين بس نبص للصورة وداخل قاعة المحكمة وكم المستندات اللي دلوقتي هي مقدمة. واسفة كمان في اني عايزة اروح لدكتور حسام مبدئيا كده نعلق على قدر القضية. المستندات ورق القضية دكتور حسام، هو عشان يصدر الحكم لازم كل الاوراق؟ لا 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 مش ضروري طبعا اطلاقا. طب المشهد ده تفسيره ايه؟ يعني معرفش مدى الجهل اللي بذلته المحكمة في قراءة الأوراق، إنما القاضي لن يشير لها، مش هيقرأها هذه المستندات. المستشار المحترم لا طبعا بيصدر الحكم وفقط، بيقرأ الحكم ويخرج. يمكن ده مشهد لتأكيد حجم الجهد يعني اللي بذلته هيئة المحكمة. يمكن كنا بنتكلم فيها من شوية جهد كبير للاطلاع على هذه الأوراق والمستندات والأحراز والشهود. ليست شرطا لصحة الحكم ولا لها علاقة؟ لا طبعا مش شرط، لكن يمكن القاضي بيقول شوف وانا قريت ورق قد ايه ورق كتير فعلا. وحتى المكتوب على شاشة ان 7 شهور احتاجتها المحكمة للاستماع للشهود ودراسة الأدلة المختلفة. طيب استاذ خالد معلش اسف على اني قطعتك. لا لا ابدا، النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها انا بس كنت بتكلم في فيما يتعلق بامكانيه ان يحاكم مبارك بجرائم اخرى. احنا في تقريبا الوعي العام للقانونيين والنشطاء ولكل من تابعوا المحكمه ان الطريقه اللي تقدم بها مبارك وطبيعه الادله وشكل التهمات هو اقل بكثير مما كان يستحقه هذا الرجل. هل ذهبت أموال المعونات الأمريكية إلى مصارفها التي قدمت إليها أم لا؟ المعونات الأخرى التي كانت ترد لمثلا مشروعات بنية تحتية فتوجه لصالح شركات بعينها من الشركات القريبة من النظام السابق. السلاح ومعونات وكل ما يتعلق بصفقات السلاح اللي دخل فيه الغاز بتفاصيله، دي مسألة يعني بالغة. أموال في البنك المركزي باسمه الشخصي، أموال الدولة طبعا، ويبعت ياخد بيها بالشنط. التسعة مليار دول كانوا 9 مليار كيف تسعة. يمكن صحيح أنه حتى رئيس البنك المركزي قدم تبريرا لذلك، لكن طبعا كانت مسألة غريبة جدا أن تودع باسم مبارك شخصيا هذه الأموال. لا يستطيع أحد، وبعدين يبعت ياخد بالشنط. هي الأول قال باسمه وبعد كده قال بمنصبه أو بفكرة أنه هو رئيس جمهورية لكن مش باسمه، يعني عزبة يعني. أكتر من يعني فكرة العزبة قائمة، فكرة يعني العزبة كانت قائمة طول الوقت. ما هو يستطيعش يتصرف أي مال، عنده مخصصات رئاسة الجمهورية بيصدر فيها قرار وعنده كرئيس للدولة، إنما وفقا إن مفيش أموال تودع صحيح جاية من حساب، يبعت شنط تتملي وياخدها ولا يعرف إلا أين تذهب. خذ 14 مليون في شنط ده يحاسب عليها، دي وهل كانت خاضعة لجهاز المركزي والحسابات بما أنها باسمه ولا مش خاضعة لجهاز المركزي والحسابات؟ رئيس الجمهورية بتصرفش بالشنط، بيأمر بالصرف في مكان في مجال معين، نبعت ياخد شنطة. المصروفات السرية في هذا الأمر يعني في ثغرات كتيرة جدا وتفاصيل متعددة كلها ممكن يتم تقديم بلاغات بشأنها لمحاكمة مبارك على أساس. طيب احنا دلوقتي معانا على التليفون زميلنا محمد محيي مراسل تلفزيون النهار في أكاديمية الشرطة. صباح الخير يا محمد، والأمور وصلت لحد ايه؟ يعني أخبار أهالي الشهداء، هل العدد زاد ولا لا؟ بالنسبة للأنصار والمؤيدين أخبارهم ايه؟ المتهمين كلهم وصلوا هيدخلوا قاعة المحاكمة في الوقت القريب ولا ايه؟ تفضل. نعم دعاء، هنا فقط هناك زيادة في أعداد أسر الشهداء والمصابين الذين جاءوا هنا لمتابعة هذه القضية وتحديدا للمطالبة بالقصاص من المتهمين. دعيني أؤكد أن صور الشهداء
تمسها الأرض كأنها في معرض فني، وأيضا ترتفع في الهواء وهناك لافتات مكتوب عليها بعض العبارات المطالبة بالقصاص، الشعب اختار القصاص كخيار رئيسي. بالنسبة لهذه اللافتات أيضا هناك بعض الهتافات سيتم ترديدها من وقت لآخر من قبل أسر الشهداء والمصابين، كأنه يا على سبيل المثال يا مبارك صح النوم النهاردة آخر يوم، وبعض هذه الهتافات التي تردد من قبل أنصار الشهداء. هناك زيادة أيضا لكنها طفيفة في أعداد الأنصار الرئيس السابق محمد حسني مبارك، هم تواجدوا على الجانب الآخر إضافة إلى التعزيزات الأمنية التي ذكرتها في لقاء السابق معك، ولكن هناك في تعزيزات أيضا طبية، هناك عدد من سيارات الإسعاف تتواجد هنا أمام مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة. كم سيارة تقريبا يا محمد؟ مشدات أو مصادرات بين الطرفين أنصار مبارك وأسر الشهداء والمصابين. دعيني أؤكد فيما يتعلق بسؤالك حول وصول المتهمين إلى مقر المحاكمة، وصلتنا أنباء كده عن على أن المتهمين وصلوا جميعهم إلى مقر المحاكمة، ولكن فقط في انتظار وصول طائرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وهي على أغلب انتقلت من أو أقلعت من المقر الذي يتعالج فيها هو المستشفى العلني. نعم، انت بتقول ان في عدد من سيارات الاسعاف وصلت بالفعل، تقدر تقول لنا تقريبا كم سياره؟ امامي الان عدد لا يتجاوز الخمس سيارات، ولكن ربما هناك في الجانب الاخر محيط الاكاديميه هناك عدد اخر من سيارات الاسعاف. طيب في حاجة كمان عايزين نعرفها، قبل كده وفي المحاكمات السابقة قبل ما يتم فعلا تدميرها يعني، كان في شاشات المفروض ان هي خارج الأكاديمية عشان الأهالي او الأنصار يبقوا شايفين اللي بيحصل داخل قاعة المحكمة، هل في شاشات موجودة دلوقتي؟ لا دعاء، لا يوجد اي شاشات عرض، ولا وغالبا سيتم متابعة المحاكمة من خلال هواتف المحمول، او ايضا يتم متابعتها من خلال صفحات الانترنت ربما هذا، لكن لا يوجد اي شاشات تنقل ما يجري وما يدور او ما شاهدناه في الايام الاولى للمحاكمة. نعم، محمد محيي من أكاديمية الشرطة، شكرا ليك، وبالتأكيد هنتواصل معاك مرارا وتكرارا وكثيرا، عايزين نعرف ايه الاخبار. في سؤال بيطرح نفسه، مين اللي من حقه ان هو يكون حاضر المحاكمة يا دكتور؟ الاصل ان المحاكمات علنية يحضرها اي واحد، ده الاصل. لما اذا رأى القاضي انه من اجل التنظيم انه في اعداد هائلة، فمن حقه انه ينظم الحضور بشرط انه ما يكونش في التنظيم ده في حقيقته منع. يعني انك تجيب لي مثلا الناس بتوع المباحث العامة تديهم كرنيات وخش يقعدوا ويبقى الجمهور محروم، طبعا ده يبطل الانتخابات تماما، المحاكمة يبطل المحاكمة تماما، لانه العلانية شرط اساسي لكل اجراءات المحاكمة، والحكم لابد ان يصدر في علانية. مزاعة كمان على الشاشة ممكن تبقى دي العلانية. الرقابة كما يعرفها القانون هي الحضور، حضور الناس في قاعة المحكمة، مش الرقابة، مش الإعلام، مش عن طريق التلفزيون. إذن يعني مين برضو اللي ممكن يكون داخل؟ احنا بنقول أي لو واحد، فلان وفلان أي دخل واحد من حقه أن يعني، فأنت حضرتك لو ماشي النهاردة الوقت حالا تخرجي وتروحي تمشي قدام محكمة شمال القاهرة وفي قاعة فيها محاكمة، أي حد من حقه تدخلي تقعدي لو في مكان، حدش يقدر يمنعك. لا بس في تصاريح بتهالي المفروض عشان ندخل المحكمه في المحكمه دي، عشان ليه؟ راى القاضي انه للتنظيم والا هتبقى فوضى، وفي اي قضيه اخرى لو راى ان الاعداد ضخمه لدرجه فانه بعد لحظه من يعني مثلا في محكمه شمال انا كنت بحضر عند احد الثوار، فبعد لحظه امتلأت القاعه بالكامل، فامر القاضي ان حدش تاني يدخل، ده من حقه عشان تتم اللي يقدر يسمع ويقدر خلاص، انما اللي دخلوا محدش يقدر يطلعهم، هم دول الجمهور، اذاش طلعهم إلا إذا أخلى واحد منهم بالجلسة قاعد يتكلم شغل الموبايل فيطرده. نعم. إنما الأصل هي العلنية، يعني حق القضية هي إيه؟ إن الجمهور هو الرقيب الأعلى على الإجراءات القضائية كلها، الجمهور فمن حقه هو الرقيب الأعلى كل مصري اللي هم المصريون. نعم. كل مصري من حقه أن يحضر، إنما الباقي ده كله تنظيم. تنظيم ليه؟ لأن القاعة قد لا تحتمل، وعشان تجري المحاكمة في شكل هادئ بما يوفر الفرصة لتحقيق العدالة، من حق القاضي أن ينظم في الحالات الضرورية دي الحضور، بس بشرط أن لا يكون فيها تنظيم بمعنى إخصاء حد، إنه والله مثلا هيجي الأول اللي قدم طلب الأول يدخل الأول،
إنما المهم هو تأكيد حضور الجمهور. لسه عايزين نتكلم كمان على تخيلنا أو الإجراءات الطبيعية لمثل هذه المحاكمة، يعني مفروض إيه اللي بيحصل؟ المستشار بيطلع يتلو الحكم وهذا كل ما في الأمر ولا إيه؟ لكن نخرج لفاصل ونبدأ نتابع على الشاشة ما يحدث داخل قاعة المحكمة، وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا الكريم الدكتور محمد محسوب عميد حقوق جامعة المنوفية.